فرقة اسكندرية، احنا الرجبي في تطوير في مصر، في فرقة في نوادي كتير، وكفرقة ذات نفسها الفرقة بتتطور، بنجيب خبرات من بره معانا، بنطلع معسكرات بره عشان تطوير اللعيبة. بالنسبة كتنظيم كاس او دوري، الفرق بتزيد سنة بالسنة واللعيبة بتتطور ان شاء الله. الحمد لله النهاردة التنظيم كويس، ماشيين على السكادجول زي ما هو كان مبعوث، الرفس موجودين والكوتشز كلهم موجودين، بدأنا اليوم اون تايم، فاوفرول النهاردة الحمد لله الدنيا البطولة متنظمة كويس. الفترة اللي جاية بنشتغل، أنا شخصيا بشتغل على المنتخب إن احنا نكسب البطولة اللي جاية وفي زامبيا، وإن احنا نبني الفريق بحيث إن احنا يبقى عندنا أجيال جاية بتقدر تشارك في المنتخب. مسكت المنتخب المصري كمدير فني من شهر فبراير الثاني، ورحنا على البطولة العربية وكان كسبنا المرتبة الثالثة بنات في البطولة العربية، والولاد حصلوا على المرتبة الرابعة. حاليا بنجهز الفريق وداخلين معسكرات عشان مستعدين للبطولة الأفريقية الترشيحية للألعاب الأولمبية. الولاد حتكون في موريسيس في شهر 6، والبنات إن شاء الله حتكون في شهر 7 في زامبيا. الأربع فرق الأولين في البطولة الترشيحية دي يترشحوا للأدوار النهائية الأفريقية في تونس أو في جنوب أفريقيا، واللي هي كل الأدوار دي الترشيحية حتى ترشح للألعاب الأولمبية في باريس إن شاء الله 2024. يا أهلا بكم مرة ثانية. الحقيقة احنا دايما من وقت للتاني بنحب إن احنا نتعرف على آخر مستجدات كل الألعاب الرياضية المختلفة، اللي تحديدا برنامج 10 الصبح في الأهلي من أول حلقات وكان دايما حريص على تسليط الضوء عليها، طبعا زي رياضة الرجبي. تعالوا نتعرف على آخر البطولات اللي بتشارك فيها مصر وتطورات هذه الرياضة. هنعرف كل ده من خلال ضيفنا اللي منورنا في الفقرة الأولى، كابتن حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي. يا صباح الخيرات، صباح الخير. معانا في صباح الخير، تشرفت بوجودك. أهلا بحضرتك كابتن، أهلا بيك. أهلا بيكم. الرياضة بتاعت الرجبي مش كل الناس يمكن تعرفها، يعني مش من الرياضات، خلينا لو نتفق في البداية، الشهيرة قوي، لكن هي من الرياضات اللي مش شهيرة ولكن محققة يعني طفرة في الفترة الأخيرة. كمان فكرة ان احنا دلوقتي كنا نشوف تقرير البنات داخلة في هذه الرياضة محققين برضو شغل محترم، كان لسه عندنا بطولة كبيرة وهي كاس مصر. يعني خلينا نبدأ من النقطة دي يا دكتور، تفضل. هو طبعا عدم شهرة اللعبة نتيجة انها لسه جديدة في مصر، لازم نعترف بكده. احنا دولة يعني للأسف مصر متأخرة جدا في دخول الرياضة دي، لأنها رياضة أولمبية. احنا الدولة الـ 34 اللي في الاتحاد الأفريقي، بقينا عضو في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي ريسنتلي يعني مؤخرا. لكن انتشار اللعبة هو بمجهودكم انتوا، تواجد الإعلام والصحافة والتلفزيون في آخر بطولة يوم الخميس اللي فات يوم 19، كان طبعا ليه أثر كبير جدا على نفسية اللعيبة، ده نمبر 1، ونمرة 2 على انتشار اللعبة. بس هو مبدئيا كون ان بقى في كاس مصر وفي منافسة من جهات مختلفة او فرق مختلفة، معناها ان نسبيا نسبة الشعبية زادت اكتر للرياضة. هي كانت الاول الى حد كبير حكر على الجامعات الأجنبية والمدارس الدولية اللي موجودة في مصر، تمام، ومنها انتشرت بعد كده. تمام، كلام حضرتك مظبوط، واحنا ان شاء الله لو لنا لقاء تاني على ديسمبر الجاي هتعرف ان في عدد الأندية زاد كتير جدا. احنا بنستهدف نتيجة ان الاتحاد الدولي بيحط بارامترز، محددات معينة انك انت تستمر في العضوية. البارامترز دي منها نشاط البنات، هما بيهتموا جدا بالسيدات، بيهتموا جدا بالناشئين. فاحنا السنة الجاية ان شاء الله هيبقى عندنا دوري للناشئين، هيبقى عندنا دوري للمدارس، وطبعا هنستمر في زيادة عدد الفرق. في مفاوضات من غير ما اقول اسامي الانديه، لكن في مفاوضات على مستوى القاهره واسكندريه وحتى في بعض المحافظات ان احنا ان شاء الله ندخل اللعبه. وان شاء الله لازم بقول لك احنا المستهدف بتاعنا احنا نزود عدد الانديه على الاقل 6 كمان غير الـ6 اللي معانا، بحيث نبقى عندنا 12 نادي، حتى لما قاعده تزيد ده بيسهل لنا. عندنا منتخب قوي كمان، عندنا منتخب قوي، يبقى المدير الفني حتى التونسي كابتن رمزي يقدر مع المدربين المصريين اللي معاه يقدر ان هو يبقى عنده قاعده ينقي منها. طيب هو احنا عندنا لحد دلوقتي كم عدد لاعبين مسجلين في الاتحاد؟ اوكي، ما بين ناشئين وبنات واولاد وصلنا ل 500. المستهدف ان احنا نضاعف هذا العدد باذن الله على اخر السنه دي، وده انا عارف انه هدف صعب شويه، لكن انا اكيد ان شاء الله مع الرؤساء الانديه اللي اجتمعنا معاهم خلال الاسبوعين الماضيين احنا شايفين الهدف ده هيتحقق بسهوله باذن الله. يعني طبعا محتاج شغل، مفيش حاجه سهله، لكن طبعاً ان شاء الله هنحققه. لكن هل تونس
اسعد حالا مننا في ممارسه الرياضه دي، عشان كده احنا عملنا عمليه جلب لمدير فني تونسي. يعني ليه ما رحناش لدوله من الدول اللي هي ليها تاريخ طويل في هذه الرياضه، وبالتالي اكيد اللي هيبقى المدرب اللي جاي، طبعا مع كل الاحترام للمدرب الحالي ده ملوش اي علاقه، انا بتكلم بس كفكره عام. طيب بناء على ايه كان هذا الاختيار؟ تونس والمغرب الاتحادات بتاعتها مشاره بقى لها 45 سنه. آه ده فعلا. بدايه يعني احنا اللي متاخرين بقى. احنا احنا كام سنه دلوقتي؟ احنا 3 سنين. بس ايه ده؟ كنا في الاول بنلعب كده هواية يعني. كان بنلعب مجهود ذاتي لغايه لما الاتحاد اشهر، لكن احنا بنتكلم تونس المغرب متقدمين جدا، عندهم لعيبه محترفين بكم كبير جدا في فرنسا، في بلجيكا. الافريقيا نفسها فيها دول متقدمه، طبعا جنوب افريقيا في مكان تاني خالص، جنوب افريقيا بتخش منافسات التصفيات خالص بتاعت افريقيا، بتطلع على طول على نهائيات سواء اولمبيات، لانها من الدول الستة الكبار بيسموهم في الرجبي. ده عشان القوى البدنية ولا عشان لا عشان تاريخيا هم بقالهم زمان جدا وفريقهم قوي جدا. فانت عندك 6 دول بنسميهم 6 الكبار، اللي هي جنوب افريقيا، انجلترا، فرنسا، ايرلندا، استراليا، ونيوزيلندا. دول الـ6 الكبار اللي بيخشوا. امريكا مش في الستة؟ لا لا، امريكا بتلعب امريكان فوتبول. انت لو شايف حضرتك اللعب عندنا ماشي ازاي، اختلاف الظاهري ان احنا مش عندناش اللبس بتاع الامريكان اللي بتشوفه في الافلام الامريكانيه. اوكي. امريكان فوتبول لعبه محصوره في امريكا وما هيش لعبه اولمبيه. احنا ده طبعا بلس ان القواعد بتختلف. أوكي. لكن اللبس هو اول حاجه. فاكر ان الاثنين واحد. ايوه، لكن بتفرق على طول بالشكل. ما تشرح لنا القواعد وحضرتك. طيب. بتشرح كده، لان انا شايفه بنات بتمسك في بعض وبتوقعوا يعني هل ده ليجل؟ هل ده اوكي؟ ده ليجل، بس ده اللعبه دي كانت عايزاه. ده دي اقل حاجه، مش بس ليجل. لا بصي حضرتك، لما هتوقعها اولا انت شوفي، اولا بتوقعها ازاي؟ بتوقعها من تحت. لو حد مسك حد من فوق من اول الصدر للرقبه. أوكي. ده بياخد كارت على طول، الكارت الاصفر عندنا بـ5 دقايق بره. أوكي. الملعب هو كل الهدف بتاع اللاعيبه انها توصل لخط المرمى، ده بنسميه تراي. تراي يعني ده سجلنا جون. التراي ده او الجون بـ5 نقط. اوكي. بياخده بعد كده، بص هي كده هتدخل تراي، هتثبت الكره على الارض. اوكي. كده اخذت 5 نقط، بتحاول تشوط بينالتي بعد كده. ما جاتش في اللقطه. البينالتي دي زي مكافاه، لو دخلته بتاخد نقطتين كمان كحافز اضافي يعني. بس هي اقل شويه يعني عنفا نسبيا عن الامريكان فوتبول. ليه؟ لان هم مش لابسين كده، بعض تقريبا عشان مش لابسين لبس. طبعًا. الامريكان عشان لابسين هو لازم يلبسوه ولا هيتوفوا كلهم. فطبعا بتحاول انك انت اهو، ادي كده برضو جابت تراي، بعد كده دي السنتره. والفريق الازرق متفوق. هو حقيقة أنا أعتقد أن الأحمر اللي كسب. لا بس اللعبة بص أنا شايفة في سيطرة من الأزرق من أول ما اتفرجت، يمكن في الكام لقطة دي. لكن عموما يعني هو مش مهم مين كسب ومين خسر، المهم أن البنات بتمارس بروح كويس جدا. وأنا عايز أقول لك أن البنات كده هتجيب ترايح، بص عدتها محدش قدر يمسكها. السرعة مهمة في اللعبة دي، إيه تاني يا السرعة كابتن. والقوة البدنية والمرونة طبعا. المرونة هل طبعا. هل في أطوال أكيد. لازم طول معين؟ لا لا لا. لازم وزن معين؟ أي وزن وأي طول بيلعب. يعني انت لو شفتي ماتش الولاد بقى، لان ماتش الولاد 15 ضد 15، يعني هو في لعبتين عندنا نفس الملعب، كره القدم ال11 هي بنلعب سباعيات اللي هي بتلعبها البنات النهارده وبيلعبوها الولاد، ودي اللي هي البطوله المؤهله للاولمبياد. الاولمبياد بنلعب سباعيات، الماتش كله 15 دقيقه، تقدر تلعب 3 ماتشات في اليوم. اوكي. عشان كده اي بطوله مجمعه في الرجبي بتبقى يومين بس. لكن ال15 ده لعبه مؤهله كاس العالم، دي 40 دقيقه و40 دقيقه، دي بتلاقي بقى فيها الاجسام، اي جسم بيلعب. الاجسام القويه اللي هنقول يا خليني اقول الايدل اللي هو الافضل اللي هو بيبقى وزن قد ايه، طول قد ايه يعني؟ ما فيش اي حد. اي حد ممكن حد وزنه تقيل يبقى حركته ابطا، بيلعب في نص الملعب. يعني ليه مراكز. يعني هتشوفي لو في لقطات للفريق الولاد في ماتش النهائي، لو في يا جماعه كان هتلاقي في احجام زي الحكم ده. الحكم ده على فكره لعيب، هو حكم اجنبي، ده اللي هو اللاين مان اللي لابس ازرق. ده هتلاقيه لعيب، فالموضوع ما لهوش علاقه ابدا، لكن كل واحد ليه مركز، ودي الميزه بتاعت اللعبه. احنا يعني بنستقبل اي سن من 8 سنين بس، طبعا من 8 سنين ل 15 سنه ممنوع الكونتاكت. ممنوع الالتحامات خالص، بنسميه تاتش رجبي عشان حفاظا على اللعيبه.
لكن اي جسم واي سن يعني. انا شفت لعيبه عندها 50 سنه و55 سنه بتلعب ما شاء الله. وكويس قوي كمان ان انتوا يعني خدتوا قرار بان اللعبه دي تدخل في دوري مدارس ان يعني شاء الله. دي اكيد السنة من شأنها هتبقى عندنا هتكبر قماشه اكيد طبعا المشاركين أكيد. يعني طبعا احنا بنحاول ننشر اللعبه على قد ما نقدر، ويعني يمكن انتوا اول ناس تعرفوا ان احنا بننظم بطوله دوليه بمعاونه طبعا وزاره الشباب والرياضه ممثله في معالي الوزير الدكتور اشرف. بلغناه ان احنا هنعمل بطوله دوليه اسمها ايجيبت سيفنز، هتعمل في القاهره باذن الله 16 و17 ديسمبر. هيخش فيها الهدف بتاعنا ان ندخل دي بطوله انديه، هيخش فيها 10 فرق رجال و10 فرق سيدات غير الفرقتين من مصر في كل واحده من دول. البطوله دي احنا بنستهدف فرق من اوروبا ومن افريقيا ومن الدول العربيه، متوقعين لها نجاح كبير جدا. انا بقول لحضرتك ده المينيمم 10. بيساعدنا فيها شركه فرنساوي متخصصه في الايفنتات بتاعه الرجبي، بحيث نقدر نجيب اكبر عدد من الفرق. البطوله ما هيش هتبقى بطوله رياضيه بس، لكن هتبقى مهرجان في شق سياحي، لان احنا لازم نظهر وجه مصر الحضاري في اللعبه، والرجبي بيهتموا جدا بهذا الموضوع. معنى كده ان هي هتتنظم فين بقى؟ ده لسه سر بقى، بس هي في القاهره ان شاء الله. سنتوقع مكان سياحي حلو. اكيد ده مهم جدا، ويعني بنحاول مع هيئه تنشيط السياحه في اتصال معاهم. بصراحه الناس متعاونين جدا ان احنا ننظم حاجه تشرف مصر. وزي ما بقول لحضرتك دايما البطولات بتاعت الرجبي، يعني في بطوله مشهوره جدا اسمها دبي سيفنز بتتعمل في اول ديسمبر من كل سنه. انت هتفاجئ عدد الفرق قد ايه في 3 ايام. قول كده، تخيلوا كده عدد الفرق قد ايه. الفرق الاماراتيه؟ لا لا، فرق ولا الفرق اللي هتشارك عموما؟ اللي بتشارك عموما 32 فرقه. 22 فرقه. طب اضرب في 100 302 فرقه. احنا بعيد قوي. 320 السنه اللي فاتت انا حضرت مع منتخب مصر للبنات، حققنا المركز الثالث في البطوله دي. 320 فريق. كنت تزود صفر صغير. كومبلكس الكومبلكس طبعا في ملعب استاد. يعني الامارات الحقيقه منتشره فيها الرياضه. استاد 25,000 و8 ملاعب فرعيه. ففي 3 ايام مهرجان طبعا، وفي فيستيفال بقى ميوزك، لايف ميوزك ولايف باندز ورقصات شعبيه. لا يعني المهرجان طبعا حلو جدا. ده اللي احنا بنستهدفه ان شاء الله، ان احنا نحط مصر على الخريطه بتاعت الرجبي. وبصراحه الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي شايفين ان مصر مؤهله، مش بس اللعبة طبعا مش منتشرة قوي، لكن مصر مؤهلة كعدد سكان، كأكبر اقتصاد في أفريقيا. فإحنا فعلا مؤهلين إن إحنا نبقى المركز بتاعها. إحنا بنحاول نعمل مع الاتحاد الأفريقي اليومين دول كذا دورة للمدربين، للحكام، للميديكال ستاف، بحيث هنخلي مصر هي إن شاء الله مركز من المراكز المهمة جدا في الرياضة دي. حلو جدا. طيب ولو اتكلمنا عن مشاكل او تحديات هذه اللعبه، احنا بنقول طبعا اول تحدي ان احنا ما كانش عندنا اتحاد، ودي خلاص حاجه مفروغ منها. اتاخرنا في الخطوه دي جدا. الاسباب انا ما اعرفهاش، حضرتك عايز تتكلم عنها اسباب التاخر اللي احنا كنا فيه ده. اوكي. حاجه تانية دلوقتي لو قيمنا الوضع، هل احنا عندنا اي لسه اوبستكلز او مشاكل بنعاني منها عشان نقدر نقول نعديها ونبتدي نركز ونبتدي نخش على الاولمبياد بصوره تليق ان احنا مش بس نمثل تمثيل مشرف كالعاده، لا ان احنا ناخد او نحصل على يعني رانكينجز كمان. اوكي. هي المشاكل طبعا حضرتك عارفه دلوقتي الرياضه بقت صناعه، واول مشكله صناعه كتجاره يعني حضرتك كصناعه، وبالتالي محتاجه تمويل ربح يعني. انا لازم اعمل ربح. عشان اعمل ربح لازم في الاول كلعبه غير معروفه. حضرتك ناخد مثال مثلا في مصر كره اليد. كره اليد كانت فين من 20 سنه، النهارده فين؟ صح. النهارده بتعمل ايرادات وريفينيوز للاتحاد وللبلد، بطولات دوليه، بطوله عالم بتتعمل فيها. فاحنا عشان نعمل كده لازم المجتمع المدني يقف معانا. محتاجين طبعا ايرادات، محتاجين ان احنا الوزاره طبعا بتساعدنا، بنحاول معاهم ان احنا نحط خطه، بنحاول ان احنا نعمل ملعب مخصص للرجبي استاد ان شاء الله. هنقدم الورق ده للوزاره مع اللجنه مع الاتحاد الدولي في مساعده ان احنا نقدر نعمل مركز للرجبي في القاهره او الاسكندريه حسب ما هنقعد مع معالي الوزير ونشوف. وبالتالي الرياضه كصناعه محتاجه مقومات، منها المقومات الماديه طبعا، دي اهم حاجه. الحاجه الثانيه في ملاعب موجوده طبعا، لان احنا بنلعب زي ما انت حضرتك شايف على ملعب نجيله.
ملعب نجيله عادي خالص. ده طبيعي مش صناعي؟ ده طبيعي، بس نقدر نلعب على الصناعي مفيش مشكله. لكن في الماتشات الدوليه لازم يبقى ملعب نجيله طبيعي. الملاعب متوفره سواء في قطاع الانديه او مراكز الشباب. احنا بدانا ندخل معانا مراكز الشباب في اسكندريه وفي تقبل للفكره. فاحنا علينا مهمه الانتشار طبعا، في مساعدات زي ما قلت من الوزاره ومن الاتحاد الافريقي، بيها هنقدر نكمل ونعدي التحديات اللي فتره القادمه. هو عاده يعني جزء كبير من او يعني عدد ما من الاتحادات وبصفه خاصه الاتحادات الوليده اللي هي ما بقالهاش فتره طويله غالبا ما بتشتكي من قله الموارد بتاعتها، فبالتالي هي مش عارفه تدعم الرياضه كما ينبغي. وضعكم انتوا في الاتحاد المصري للرجبي عامل ازاي في الاطار؟ طبعا ده طبيعي جدا، لكن زي ما بقول لحضرتك انت الحاجه الكويسه جدا عندنا ان البنيه التحتيه موجوده. الملاعب متوفره، فانا مش عايز حد يبني لي ملعب غير ملعب واحد زي ما بقول عليه اللي يتعمل فيه الايفنتات بتاعتنا، لكن الملاعب موجوده. زي ما انت حضرتك شايف الكوره موجوده، يعني ما فيها مش رياضه مكلفه نقدر نقول. ده اللي بقول عليه. الكور هو اللبس الحاجه الوحيده في لبس الماتشات، ان احنا بنعوز ان احنا نجيب التي شيرت والشورت في ستريتشنج عالي جدا. حاولنا عشان زي ما انتم شايفين الشد وكده، بس دي معذور عليها فعلا. دي الحاجه دي كلها معذوره، لكن ما هياش تكلفه رهيبه. اهم حاجه انت مش محتاج صاله مغطاه مثلا على سبيل المثال زي الرياضات الثانيه، او معدات معينه. او معدات معينه طبعا. فالعمليه سهله. الشوز هي الشوز بتاعت كره القدم، اي لعيب عندنا في مصر هتلاقيه عنده بدلها بدل الواحده اثنين. فالعمليه ما هياش مكلفه بالقدر ده. التحدي اللي احنا بنشوفه ان احنا لما بنروح لنادي بيفتكر بيبقى خايف دايما من التكلفه. تكلفه الاشتراك احنا الحمد لله اخدين في الجمعيه العموميه قرار ان احنا ما ناخدش اشتراكات لفتره معينه من الانديه ولا من اللعيبه عشان نقدر نساعد على نشر اللعبه. لا ما فهمتش دي، يعني ايه ما بتاخدوش اشتراكات من الانديه؟ يعني اي اتحاد اي نادي بيخش فيه لازم بيقدم اشتراك سنوي، وكل لعيب بيدفع اشتراك سنوي. لما انا يعني ادمج ده تحت الاتحاد فانا لازم كنادي بدفع. لكن احنا عاملين قرار ان احنا عشان ننشر اللعبه مش طالبين اي مبالغ اشتراكات، حتى من الانديه الكبرى ولا من في انديه اوريدي ولا حد خالص. ومراكز الشباب بتكون برضو الفتره ولا بص احنا اخدين الفتره دي، كنا اول دوره احنا مدينا لغايه يوم 2024، بعديها هيبقى في اجتماع جمعيه عموميه زي ما حضرتك عارف. ساعتها هناخد قرار هل هنكمل بالسياسه دي ولا نبدا نعمل مبالغ صغيره كاشتراكات للانديه واللعيبه. هل عاملين مثلا اي خطه ليها علاقه بالتعريف بهذه الرياضه للفئات اللي هي بعيده قوي عنها؟ يعني مثلا تعريف الرياضه دي للناس اللي هم ساكنين في القرى والكفور والنجوع والمحافظات النائيه، ما احنا بنتكلم في بلد فيها اكثر من 100 مشروع كمان البطل الاولمبي، صح؟ النقطه دي مهمه. يعني هل مثلا حتى ولو كانت مواد في المية، حتى لو كانت سوشيال ميديا تستخدم لتعريف الناس بالرياضه دي وبامكانيه ممارستهم هم كمان ليها؟ احنا طبعا عاملين لجنه دلوقتي مسؤوله عن التسويق ونشر اللعبه. اللجنه دي بيرقصها بعض اللعيبه مع عضو من الاتحاد مع كابتن رمزي، عملوا بداوا يعملوا افلام، كل فيلم مخصص لفئه عمريه، للمدارس ليها حاجه، النوادي ليها حاجه، السيدات ليهم حاجه. بنحاول ننشر في فيلم معروف جدا اللي هو بتاع مانديلا، اللي هو وحد لما جاء رئيس لجنوب افريقيا وازاي وحد البلد بعد الانقسام ده بلعبه الرجبي، بان هو دخل السود بعد ما كانت اللعبه مقصوره على البيض بس، وعمل اندماج في الفيلم ده مشهور جدا. وبنحاول حتى ننزله على السوشيال ميديا لان كل الناس دايما بتفكر زي ما قلنا في الاول الخلط بين رياضه الرجبي وبين الامريكان فوتبول. عندنا اتحاد عربي احنا من المؤسسين بتوعه، ليه نشاط كويس جدا كل سنه في بطوله عربيه. فبندخل الناس لما بتعرف ان في بطولات وانك انت ممكن توصل لبطل اولمبي والهرم لسه صغير، فده حافز كبير جدا الناس تخش. اوكي كويس قوي. هو الوقت بيجري برضو كابتن حسام، لكن حابين من حضرتك نطمن كمان، لان احنا بنتكلم دلوقتي احنا عندنا اتحاد لهذه الرياضه، احنا ان شاء الله عندنا بطوله كمان مهمه جدا الفتره اللي جايه، عندنا على قطاع الرجال والسيدات في شغل محترم بيتم، يعني المشهد دلوقتي كويس جدا. حضرتك بتقول ان ما فيش اي ازمات ماديه الى حد كبير، فده برضو مطمئن، رغم ان احنا اكيد نتمنى يكون في سبونسرز كمان لهذه الرياضه في الاولمبياد وطعينا ايه ان شاء الله. اوكي يعني احنا نقطة مهمة. الفريق الولاد الرجبي سيفنس سبعيات الرجبي عنده تصفيات افريقيا ان شاء الله اخر شهر 6 الجاي.
في موريشيوس، بعديها باسبوع على طول البنات عندهم منتخب بنات عندهم تصفيات افريقيا في زامبيا. كويس. احنا من الاول خالص لازم نكون صراحه مع بعض، زي ما قلت لك احنا الدوله ال 34 قدامنا طابور من 33 دوله اقوى مننا، لا يعني او اقدم، بس اقدم واقوى كتير جدا. لا يعني عندنا دول قويه جدا بتكسب دلوقتي حتى على المنافسات العاديه زي كينيا مثلا. كينيا عندهم سرعات قدروا ان هم يكونوا منتخب بسرعه كبيره جدا. السنغال، كل الدول الملاصقه لجنوب افريقيا، زامبيا، هم بيمارسوا الاطفال فيها الرياضه دي يعني كانها زي كره القدم كده في الشوارع. مزبوط. يعني مزبوط. دي الرياضه الشعبيه يعني. حضرتك هتفاجئي مثلا ان دوله زي مدغشقر الاستاد الرجبي 40,000 فل. واو. مش كره قدم. فاحنا عندنا تحديات كبيره جدا في المستوى، لازم نكون واقعيين في الموضوع ده، بالاخص ان اللعبه فيها تاكتكس كتيره جدا. احنا صعب ان احنا نعدي تصفيات الرجال. البنات عندهم نسبه كويسه، احسن منتخب، كويس، سنهم صغير، عندنا نسبه 50-50. لكن احنا الهدف بتاعنا من الاول هو اولمبياد لوس انجلوس 2028. هو ده اللي احنا بنشتغل عليه. بنشتغل على السن ال 16 سنه، 17 18 19 النهارده، بحيث ده يبقى السن ده اللي هو في اوائل العشرينات او منتصف العشرينات في 2028، يبقى عندنا منتخب قوي يقدر ينافس. عندنا خبرات، ناس عندهم 30 سنه 35 سنه، في منهم هيكملوا كلعيبه، في منهم دخلوا كمدربين، في منهم دخلوا كحكام كاداريين. يعني مستر الرجبي ان اللي بيخش اللعبه ما بيسيبهاش، بتلاقي دايما قلبه على اللعبه و بتبقى هي عالمه بشكل كامل. يعني انا مثلا حاجه غريبه جدا مثلا ان في الفرق اللي فيها ناشئين يوم ما بيعملوا مثلا عزومه افطار في رمضان بتلاقي الفريق الاول بيعزم كل الاعمار السنيه معاه. جميل. ودي حاجه مش موجوده في الرياضات الثانيه يعني. ففي زي فاميلي اتموسفير في اللعبه. روح عائليه كده. اجواء عائليه. عموما موفقين ان شاء الله. الف شكر. وباذن الله يكون لقاءاتنا اللي جايه بقى بنتكلم فيها عن انجازات كمان ونجاحات اتحققت ان شاء الله. وهو طبعا المجهود زي ما قلت لك الاعلام وتواجده القوي جدا يوم الخميس اللي فات ادى دفعه للعيبه وللمدربين ان في اهتمام بالاعلام، وفي يعني ان شاء الله المره الجايه يكون حتى في لعيبه او لاعبات معانا. ينورونا. انت شفت طبعا المنظر عامل ازاي، واللعيبه عددها كان كبير، فان شاء الله يعني ده بيشجع اللعيبه وفي نفس الوقت بيساعدنا على نشر اللعبه. حلو جدا، بالتوفيق كابتن حسام. شكرا. طبعا اوكي هنعدي باريس، مش هنسالكوا عليها، بس لوس انجلوس ان شاء الله 2028 نقدر ان احنا بقى نعمل حاجه، لان هي مش بالمده على قد ما الشغل اللي بيتم والاهتمام والبوتنشال بتاع اللعيبه اللي عندنا. فبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك. هنروح فاصل سريع ونرجع عشان نكون مع حضراتكم في الفقره الثانيه، خليكم معانا.